معنا ومعكم مشاهدينا العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا سيادة العميد. وما بين رسائل سياسية وإنسانية في منتدى شباب العالم، ما معالجتك الخاصة وقراءتك للمنتدى بفعالياته في أيامه الفائتة وحتى اللحظة؟ يعني الحقيقة أهم هذه الرسائل، الحقيقة بجد إن هي جاءت على لسان الرئيس المصري، وتحدث عن ضرورة فتح جسور الحوار ما بين الشعوب بعضهم وبعض، وبين شباب العالم المختلف، وأنه يستحث شباب العالم على اقتحام المستقبل بالأفكار وبالرؤى الخلاقة. هذا الأمر تحدث عنه بوضوح وبصراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكاد يكون هذه هي فلسفة المنتدى. والمنتدى استعادته مرة أخرى لهذه النسخة الرابعة يعكس حرص الدولة المصرية على إبقاء هذه الجسور المفتوحة ما بين الشباب المصري ونظرائه من الدول العربية والإفريقية وأيضا من مختلف دول العالم. مرة أخرى يستعاد هذا الزخم الإيجابي في الحوار ما بين الشباب بعضهم وبعض، طرح الرؤى المتعلقة بتحديات المستقبل، خاصة ونحن بعد أزمة كبيرة هي جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع، وبالفعل نكاد نلمح أن هناك عالم جديد يتشكل ما بعد الجائحة، وهذا هو عنوان منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. بحث ملامح هذا العالم، وضع أفكار من أجل بناء عالم أفضل، استعداد لمجابهة تحديات جديدة بدأت تطرأ على المستوى الدولي. النهاردة جلسات المنتدى جميعها وورش العمل تحرص على تفكيك كل هذه المحاور وإجراء نقاشات معمقة وموسعة ما بين الأطراف بعضها وبعض. نعم سيادة العميد، موضوع تمكين الشباب كان لسنوات طويلة مجرد شعارات لا أكثر ولا أقل، لكن مع الحالة المصرية الجديدة بمفاهيمها الجديدة، يعني المنتدى استطاع أن يعمل على ترسيخ هذا المفهوم، فكرة تمكين صحيح. الشباب، ورأينا أنه أفرز تمكينا حقيقيا للشباب، خرج لنا بصورة الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شباب واعد في مجلس النواب والشيوخ، وبالتالي هناك حراك شبابي مختلف ومغاير عما كنا نلمسه في سنوات فائتة كان فيها تجريف وتهميش، وكنا دائما ما نذكر ذلك حتى في الإعلام، أين الشباب؟ وبالفعل فبالتالي أسألك عن هذا التحول ما بين تجريف إلى تعميق مشاركة للشباب من خلال هذا المشهد والصورة الحية الواعدة في منتدى شباب العالم. يعني بالفعل كما ذكرت حضرتك، منتدى شباب العالم يعد ترسيخ لهذا التوجه الجديد، و يعني انعكاس لإيمان الدولة الحقيقي بأهمية دور الشباب. لا يوجد أهم ولا أخطر من صناعة المستقبل، والدولة المصرية والمجتمع المصري كله الحقيقة بيضع هذه المهمة في عهدة الشباب المصري. لا يوجد تمكين وأكثر مما نراه الآن في داخل طيات وفي داخل أحداث منتدى شباب العالم، أن يكون الشباب المصري هو المعبر عن الرؤية المصرية، هو الذي يضع أفكار صناعة المستقبل، هو الذي يطلع بإجراء الحوارات ما بينه وبين نظرائه على مستوى العالم، منطقة رفيعة جدا، رفيعة المستوى الحقيقة من التمكين، بعد أن ظهر ملامح التمكين اللي حضرتك أشرت إليها اللي تمثلت في الأكاديمية الوطنية للتدريب، أكاديمية الشباب، السادة النواب في البرلمان وفي مجلس الشيوخ، وجود الشباب داخل الكثير من المناصب التنفيذية في الدولة، توليهم لمناصب الصف الثاني في المحافظات المصرية، النواب المحافظين
وقادة العمل التنفيذي. حقيقة شوط كبير ترسخ في منهجية العمل الإداري والحكومي المصري، وها هو اليوم يأخذ مساحة أكبر وأهم، وهو يعمق بالفعل هذه المشاركة ويتواجد داخل جنبات منتدى شباب العالم ويجري مثل هذه اللقاءات الهامة التي نتحدث عنها، والتي لها علاقة بصناعة الأفكار ولها علاقة بمجابهة المستقبل. صحيح. سيادة العميد، أنت الرجل المناسب بوصفك مديرا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للإجابة على هذا السؤال. فكرة خلق حدث عالمي يعبر عن معركة الوعي بكل الصور، بخطاب ثقافي تنويري معادي للتطرف، داعم للإنسانية والتسامح والسلام. أين مصر الآن من معركة الوعي؟ أعتقد بما نراه الآن في منتدى شباب العالم وبما نراه على أرض مدينة شرم الشيخ، أعتقد أن بهذه الصورة الدولة المصرية في مقدمة الصفوف في معركة الوعي، مدركة لأهمية هذا المفهوم وأهمية تعزيز مفاهيم الوعي بمشروع الدولة الوطنية ومشروع التنمية المستدامة، مشروعات لها علاقة بتأمين حقوق الإنسان بمختلف محاوره وأنواعه، حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية، حقوق للمسكن وللمشرب، الحقوق الصحية أيضا فيما ذكر الآن، حقوق التعليم والتحول الرقمي. هذه المفاهيم يتم ترسيخها اليوم في منتدى شباب العالم، أو يعد المنتدى تعبير واضح وصريح عن هذا الأمر. ده يجعل مصر بالفعل في مقدمة الصفوف في معركة الوعي، ومدركة إدراك كبير وعميق وإدراك حقيقي إلى أن هذه المعركة هي المعركة الأهم، والمعركة التي يبذل فيها جهد كبير جدا ممثل في القيادة السياسية في الدولة، وهي تقف راعية لمثل هذه المنتديات وهذه اللقاءات الموسعة والتي تضم شباب العالم بأسره في فاعلية تتناول كافة المحاور كما تابعنا جميعا داخل منتدى شباب العالم. نعم. جانب اقتصادي وسياسي وفني سيادة العميد في هذا المنتدى، كيف رأيت التجانس بين هذه القوة ماثلة وحاضرة ومتجانسة ومجسدة في المنتدى؟ الحقيقة المنتدى بمحاوره المتعددة والمتنوعة وضع التحديات الاقتصادية والاجتماعية موضع نقاشات ما بينه وما بين السادة الحضور من مختلف دول العالم، استمع إلى ما جابهته الدول المختلفة من تحديات ومن ظروف استثنائية في ظروف جائحة كورونا، لأن الحقيقة المنتدى خصص جهد كبير جدا في مسألة دراسة هذه الفترة الاستثنائية ومحاولة الخروج بمجموعة من الأفكار ومن الرؤى الجديدة التي تحمي العالم وليس مصر وحدها. ودي من أبرز أشكال التقدير اللي سمعناه من ضيوف مصر، وهم بيقولوا أن مصر بتقدم نفسها النهاردة بأنها بتحمل هموم العالم وتبحث عن أفكار جديدة وتبحث عن رؤى جديدة لها علاقة بالاقتصاد، لها علاقة بالبيئة والمناخ، لها علاقة بالتنمية المستدامة، لها علاقة بمصادر للطاقة النظيفة والمتجددة، كلها قضايا كونية وقضايا عالمية ليست قاصرة على مصر وحدها، لكنها تبذل الجهد من أجل الإنسانية جميعا. طيب سيادة العميد، في هذا الشق بالتحديد على ما بعد الجائحة، كيف ترى التعامل الدولة المصرية مع الأزمات، وإلى أي مدى مصر أصبح لديها فكرة التعامل الاستباقي ووضع الخطط المستقبلية لإدارة أزمات متوقعة؟ يعني الحقيقة ما أنجزته مصر خلال فترة الجائحة، وأنها كانت من الدول التي استطاعت أن تقلص حجم خسائرها إلى أدنى مستوى وأن تحتفظ بمشروعها التنموي
وهو يمضي قدما إلى الأمام. الحقيقة كانت مسار إعجاب وإشادة من كافة الجنسيات التي يعني تمكننا من لقاءاتها داخل منتدى شباب العالم. كافة المؤشرات الاقتصادية التي خرجت من المؤسسات الدولية المعتبرة والمعترف بها على المستوى الدولي أشادت بالأداء المصري الذي له علاقة بالرعاية الصحية في فترة الجائحة، وأيضا في استمرار مؤشرات ومعدلات النمو والتنمية بأفضل أحوالها، وأنها كانت دولة استطاعت أن تمر من هذه الأزمة المعقدة بنجاح والحمد لله. نحن بصدد جمهورية جديدة سيادة العميد، بمفاهيم جديدة، بأسلوب حياة مختلف. إذن أشكرك سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.